من تعليقاتكم شويه. جاهز ناخد شويه من تعليقات الناس؟ جاهز. ماشي. عبد الله سعودي، لو ما رحتش الاهلي ممكن تروح الزمالك ولا لا؟ تقدر تديني اجابه؟ طبعا ها. ده انا في عاد احتراف يعني. ماشي. محمد فؤاد، تعالى الاهلي خد لك 2 دوري ابطال وعليهم 2 دوري هديه وتلعب كاس العالم في الانديه، كاس العالم للانديه، وبالمناسبه الريال هيكسب يا ابراهيم. ده بيتكلم على ماتش برشلونه وريال مدريد دلوقتي. ها، رايك ايه؟ عندك رد؟ طبعا كل ليه لعيب، مش عايز ترد عليه من غير احراج لا ولا لا ضغط لا عليك؟ عادي، ما كل عادي. لعيب يحلم ان هو يلعب كاس عالم انديه طبعا، ها. بطوله كبيره وعالميه وكل الكلام ده، ما فيش اي مشكله. ماشي. جورج ساويرس، مين مثله الاعلى عالميا؟ مودريتش. هو بيسال، بقول لك مودريتش. مودريتش مودريتش. عالميا، وفي مصر هنا حسام غالي وفي مصر حسام غالي. طبعا. احمد محمود بيقول، اي نادي احلامك اللي في نفسك تلعب فيه، جوه بره، جوه مصر ولا بره مصر؟ ايه النادي اللي نفسك تلعب فيه؟ انا نفسي العب في برشلونه، برشلونة. والله انت راجل برنس، الكرة الحلوة بتاعت نيستا وتشافي والله وبوسكيتس طبعا. والله انت راجل برنس، ايه؟ عشان كده انا بحبك، عشان كده انت لعيب كبير. بقى الكرة، حبيبنا في ما الكرة. تقولوا لنا الماتش كام كام يا جماعة. طيب، في كمان دكتور كورة بيقول لك، لعيب متميز وكورته وعينه حلوة في الملعب، لازم عقليته تكون على نفس مستوى للعب وحجز مكان في المنتخب. في بيراميدز حاجه صعوبه في اللعب في وجود الكارتي وتوري، في الاهلي حاجه صعوبه في وجود امام وديانج، في الزمالك مكانه فاضي والفريق محتاج. ايه رايك؟ ما فيش حاجة اسمها مكان صعب، وفي ها احترامي كل اللعيبة، بس هي الفصل ما بين أي واحد في الدنيا الملعب في أي مكان. مهاب ياسر بيقول، مساء الفل ابراهيم، ومساء الفل على بوبو. سؤالي لبوبو، هل في عروض غير محليه ولا لا؟ تحياتي ليك. ها. في شفوية يعني. من بره مصر.